المعرض هو ضم 18 جمعية خيرية وجمعية SOS 19، مشان بدنا نكرم أطفال الشهداء بملابس العيد بمناسبة فرحة العيد. بالنسبة للجمعيات الخيرية هن عندهم منتج وشغل يدوي وكل ست بتشتغل ببيتها، فما عندهم منا أي فرصة للتسويق. نحن عملنا هالبازار لحتى نجمعهم كلهم ويصير عندهم فرصة تسويق ويصير في تواصل بينهم وبين الناس لحتى يقدروا يسوقوا ويبيعوا وممكن يصير لهم تواصل. احنا هذا البازار ضفنا فيه منتج جديد هو العود الشرقي والعطور العربية من المسك والعنبر، لأول مرة بسوريا بيتم تصنيعها هون. بالإضافة صار في إقبال كتير الحمد لله، بما أنه العشر الأواخر بتعرفي أنت العالم كلها بتنزل تشتري تياب وعطورات وهالأساس، تمام، ومثل ما عليك شايفة الحمد لله في إقبال. مشاركتنا مشاركين بعشر طاولات، العشر طاولات هن إنتاج بناتنا وشغل بناتنا وإنتاجنا ضمن الدار مع وجود مشرفات. طبعا مشاركتنا متنوعة ما بين الخياطة، ما بين تنسيق الزهور، ما بين صناعة الألعاب، ما بين ضيافة العيد وفرحة العيد، وما بين كمان زينة شهر رمضان المبارك. نحن بكل الفعاليات الاقتصادية بنشارك، مستحضرات التجميل بموسم الأعياد عنا عروض مميزة حقيقية من المنتج للمستهلك، عم نعطي عروض مميزة مع كل قطعتين قطعة مجانا، حسم على صبغة الشعر حسم حقيقي من المنتج للمستهلك 40%، للإضافة للعروض اللي عم نقدمها. أنا مشاركة بخلطات طبيعية طبية بالأعشاب، وبحب إنه نرجع للطب التكميلي، الطب البديل هو تتم عن طب الصيدلة، أو يعني لنعوض الأدوية اللي ارتفعت أسعارها وانفقدت من البلد، نعوض بدالها بالأعشاب وخلطات طبيعية لا بتأذي ولا أي أعراض جانبية. نحن مقدمين عروض جيدة على البودريات، نحن عن المشروب الشتوي بالإضافة للمشروب الصيفي عصير كولومبوس، بالإضافة لمنتجات البن، عاملين عروض للمستهلك بيكون سعر جيد وعرض جيد لكل المستهلكين.